صباح الخير على كل مشاهدي قناة النهار وكل متابعي برنامج حكاوي في كل مكان. أهلا بحضراتكم من جديد، ووحشتوني من الأسبوع اللي فات. والأسبوع ده قعدنا نفكر احنا هنتكلم مع حضراتكم في ايه. الحقيقة ان انا في موضوع شاغلني انا شخصيا وشاغل ناس كتير بنسبه كبيره وبما فيهم الجيل الجديد، وهو التعافي بعد الانفصال. مش معنى ان في حصل انفصال وانا في سن صغير، او حصل انفصال عامه خطوبه او جواز او حتى علاقه حب فشلت، ان انا حياتي هتقف ومش هعرف ان انا اعدي حاجه زي كده، او كانت مثلا اول تجربه في حياتي فانا بالنسبه لي حسيت ان انا فشلت، فدي مش نهايه العالم من الاخر. المهم في المواقف دي او يعني في الحاجات اللي بتبقى كده تقيله علينا بنلجا لناس جميله جدا، وناس حقيقه انا الصراحه ما اقدرش اعيش من غيرهم وبيكونوا اصدقائي جدا بعد كده. ضيفتي اللي منوراني مشرفاني النهارده، وكلام كلام مش هيعرف يوفي حقها على قد ما هي شخص جميل وناجح جدا في شغله، لايف كوتش مي القاضي. اهلا بيكي. ازيك يا امي، عامله ايه؟ ازيك يا مي؟ انت طبعا يعني انت صاحبه بيت. لا خلاص بقى. صديقة البرنامج. لا ودايما مبسوطة وأنا معاكي وأنا صراحة. كمان والله. وانتي عملنا أحسن 3 حلقات عامة في السيزون الحمد اللي فات، لله. ويا رب دايما كده من سيزون لسيزون إن يا شاء رب الله. إن شاء الله. حبيبتي منوراني النهاردة، وكنا احنا أصلا اتكلمنا أنا وانتي أصلا في الموضوع ده شخصيا، يعني كنا قاعدين بنتكلم ازاي الواحد يتعافى من فكرة الفقد عامة، أو فقد بقى فكرة إن حد الشريك الحياة ده الجوز أو الخطيب أو كده ساب فراغ في حياتي، فإزاي أعرف إن أنا أتخطى حاجة زي كده وما تكونش بالنسبة لي نهاية العالم؟ بصي، دايما إحنا من أكبر الحاجات اللي إحنا بنمر بيها أو بتوجعنا هي صدمة الفقد طبعا. من وإحنا صغيرين. طبعا الطفل لما كان في رحم أمه لما طلع فده اول صدمه في حياته، اللي هو ايه ده، انا فقدت منطقه الراحه اللي انا كنت قاعد فيها، انفصلت عنها. فبيكبر واحده واحده مع التربيه، ايه ده اتفطم، ايه ده انا انفصلت عن حضنها. واحده واحده بعد كده بيبدا ان هو يروح الحضانه او يروح ايه ده انا انفصل. فاحنا صدمه الفقد او الانفصال بتبدا تتكون عندنا من واحنا صغيرين. انت عارفه ما كنتش اعرف معلومه ان انا لما بنفصل عن رحم امي بعيط. كانوا دايما الناس تطلع كوميكس انه ده بقى مش عارفه انا عشان طالع الدنيا وانتوا جبتوني هنا ليه، كانت كوميكس تطلع كده، بس كنتش اعرف ان ده بسبب وعشان كده بيقولك اول ما الطفل يتولد حطي على جلدك، يبقى لامس جلدك، يحس بنبضات قلبك، يحس عشان بالامان، يحس ان هو رجع تاني للمكان اللي هو اللي عارفه هو كان فيه بالظبط. فبيبدا صدمه الانفصال بتتكون عندنا من واحنا صغيرين او من ساعه الولاده. بعد شويه زي ما بقول لك ان هو يدخل حضانه او يدخل مدرسه، بعد شويه ايه ده هي ماما بتسيبني وتنزل الشغل او بابا بيسيبني ومش قاعد معايا. كارثه بعد لو شويه انا سبتهم في المدرسه اصلا. بعد شويه البوتي تريننج، انت بتنفصل عن حاجه اللي مريحاك. صح. بعد شويه ان انت تنام لوحدك. صح. فاحنا بيتكون عندنا صدمه الانفصال من واحنا من بدري قوي. شويه شويه بيبدا يتكون عندنا الخوف من الانفصال. صح. لان ده انا بنفصل عن حاجه انا بحبها. او حاجه مريحاني او حاجه انا عارفها. مظبوط. فبنبدا ندخل في علاقات، اول ما بتدخل في علاقه اول خوف بيظهر هو الخوف من الفقد. صح. او الخوف من الانفصال عن الشخص. هو ما تسيبنيش وما تسيبنيش مش عارفه ايه، لو سابني تبقى نهايه العالم بقى. يا اما يحصل ابتزاز عاطفي عشان ما يتسابش، يا اما بنتحول لبيبل بليزر اللي هو عملك اللي انت عايزه بس ما تسيبنيش، يا اما ان احنا بنحاول نرضي الطرف الثاني باي شكل من الاشكال عشان ما يبعدش عننا. فبيبدا كل المشاكل بسبب خوفي من حاجه طبيعيه موجوده. لان لو بصينا فيها هو انا لازم اسيب رحم امي عشان ادخل الدنيا، هو انا لازم ان انا انام لوحدي عشان ابقى اعتمد على نفسي، هو لازم اروح المدرسه عشان اتعلم. فلو بصينا على كل انفصال بنمر بيه هو بيرقينا مش بيوجعنا. صح. يعني على قد الوجع اللي بنمر بيه على قد التطور والارتقاء اللي احنا بنوصل. كل الكلام ده مظبوط جدا، بس انا بقى سؤالي هنا انه في ناس ساعات ممكن اصل العلاقه مراحل، المرحله اللي هي بتاعت بقى في الاول ان الواحد مبسوط قوي
والادرينالين ضارب في السماء. وكل واحد بيبين احسن ما عنده عشان عايز يبليز اللي قدامه، عشان هو بالنسبه له انا عايزه ابين له احسن ما عندي، ده يبين احسن ما عندي. بعدين خلاص لما بنضمن وجود بعض فبيبتدي بقى العيوب بتطلع، بعدين بقى بيحصل انه خلاص انا اتعودت على الشخص ده، فمهما اذاني خلاص انا متعلقه بيه، متعلقه بوجوده، متعلقه ان هو يكلمني، متعلقه كذا. فبيبتدي بقى يبقى في بقى مرحله تعلق، سبيشلي كمان لو الشخص ده في اول يعني اول تجربه كمان عاطفيه، دي بتبقى صعبه على البنت والولد اصلا، طبعا بتبقى صعبه جدا. فهنا بقى ازاي نفهم ناس كتير، عشان في ناس بتتجنن بمخها وتروح تنتحر وحاجات كده يعني. بصي، الحب حاجه والتعلق حاجه تانية خالص. التعلق ده مرض. التعلق ان انا ما اقدرش اعيش حياتي من غيرك، صح؟ ان انا رابطه سعادتي بيكي، صح؟ ان انت لو مش مبسوطه انا حياتي وقفت، صح؟ لو مش موجوده انا مش قادره. فالتعلق حاجه ملوش علاقه بالحب. انا ممكن اكون متعلقه ومتعوده على وجودك بس ما بحبكيش، انا متعلقه. بس هو هو بيبقى يعني كونشسلي مش واخد باله طبعا ان هو ده تعلق، بس طبعا هو في اللاواعي، صح؟ انا مش عارف انا بحبك ولا متعلق بيك، صح؟ الحب ان انا بحبك معايا بعيده عني مبسوطه زعل ايا كان انا بحبك، بحبك كباكج على بعض. التعلق هي صوره ذهنيه في خيالي انا رابطه وجودك بمشاعر معينه عندي. فالتعلق هو احساسي انا عامل ازاي. بس محدش يا مي بيبقى واخد باله من الحته دي طبعا خالص، وعشان كده محدش عنده الوعي النفسي ده خالص. ما عشان كده لما بنطلع من علاقه ايه اللي بيحصل؟ بنتدمر، صح؟ ليه؟ لان انا اتعلقت بيه ما حبيتهوش. لان انا لو بصيتي على العلاقه من الاول انا كنت عارفه ان فيها حاجات غلط وشايفه ان فيها حاجات غلط ومعميه عيني وعديت وكملت، صح؟ وكملت ليه؟ اهو يمكن يطلع كويس، اهو يمكن يتغير، ممكن يتغير بالظبط. انا هقدر اي كان فيكس هيم. طب لا يا حبيبتي، انت اللي الدنيا بتبص عليك. خلينا بقى في اي كان فيكس هيم دي بقى يا مي، دي كذبه كبيره بنكذبها بيها على نفسنا. مفيش حد بيتغير عشان حد، صح؟ مش حد بيتغير اصلا. الناس بتتغير، احنا العادي بتاعنا حياتنا ماشيه بتتغير. الورق الشجر بيعدي عليه ربيع خريف شتاء صيف، الورق بتاعه بيتغير بس الشجره ثابته. فالبيز عند اي انسان ثابت، في حاجات بتتغير بس اساس الشخصيه بيبقى ثابت ما بيتغيرش. ما هو دي بقى اساس الشخصيه. يعني في ناس في الابريزنج بتاعها يا مي بتكون اصلا هو طالع متربي على فكر معين، طبع معين، فدي بتبقى خلاص بقى حاجه في الجينز بتاعته، هتبقى صعبه قوي يتغير فيها. ما هو بص، في حاجات اساسيه ثابته ما بتتغيرش، في حاجات حواليها بنتغير. فانا دلوقتي اخدت واحده هي اصلا، او اخدت راجل كذاب، عشان الستات ما تزعلش، اخدت راجل جوزت راجل او شفت الرجاله ليه، طيب شفت راجل كذاب، تمام؟ انا هعلمه ازاي ما يكذبش. حبيبتي هو بقاله 30 سنه بيكذب، هيجي عشانك ما يكذبش؟ هيتفنن ازاي ان هو يبين لك ان هو ما بيكذبش عليك؟ هو هيحاول يرضيكي فتره بالظبط. احنا التغير على فكره، في تغير مؤقت وفي تغير دائم، وفي تغير اللي هو عارفه اللي هو ايه، انا اتغيرت شويه بس لا مش هقدر، مش قادر ابطل ما اكذبش، هموت واكذب، هموت واخونك. لان ده بره العاده بتاعتي. في رجاله كده، في رجاله ما بتقدرش تعيش مع ست واحده، صح؟ هو خلاص طبعا. فما تجيش تقولي لا انا هنسي الستات كلها، واخده الموضوع تشالنج. استني بس 3 4 شهور، استني بس، يعني هيجيبك وهيتجوزوا وتعدي شويه، ممكن غالبا مش هيتجوزك اصلا، وغالبا هيعرف عليكي واحده واثنين وثلاثه. ففي حاجات بتبقى ثابته، بتبقى خلاص واضحه، في امراض معينه. فما تجيش بقى تواجهي الدنيا وتقفي قدام الحياه وتقولي اي كان فيكس. طب ليه او مين ده عشان يهز سلامك الداخلي ويهز الحياه اللي انت تستحقيها، عشان تخليكي طول الوقت عايشه في حرب ان انا اي كان فيكس. ما تاخدي من الاول حد متماشي معاكي، حد شخصيته راكبه معاكي، حد اوريدي صفاته الحلو والوحش بتاعه متماشي مع حياتك ومع صفاتك ومع الحلو والوحش بتاعك، وكملي. لان لازم نبقى عارفين ان الجواز او العلاقات هي باكج. عارفه لما اجي اقول مثلا انا بحب ايمي، لما حد يجي يقول لي ايه ده ايمي صاحبتك، بتحبي فيها ايه؟ هقول الحلو والوحش. طبعا انا متقبله حلوك ومتقبله وحشك، انا واخداكي كده باكج على بعضك كده. لكن لما تيجي تشوفي حد متعلق بشخص، واحده متعلقه بواحد، فتيجي تقولي لها
بقول لك ايه، بتحبي ما بحبش فيه حاجه، هو كل حاجه فيه حلو يعني، ما فيهوش عيوب خالص، ما فيهوش عيب، هو كله حلو. مع اول حاجه بيظهر او مع اول ما المرايه الحب ما تتشال فبتشوفي عيب واحد فيه، انت صدمتني، انا مش متخيله ان انت كده، انت كنت بتمثل عليا كل ده. يا حبيبتي هو كان كده على فكره من الاول، انت اللي مش شايفه. فمشكلتنا في التعلق انا ما بشوفش الوحش اللي فيه. في الحب انا بشوف الحلو، بشوف الوحش، وعاجبني الباكج كده على بعض. لكن التعلق اول ما تعرفي ان انت مش شايفه في حاجه وحشه، انت متعلقه مش بتحبي. فاهمه قصدي؟ فعشان كده مهم ان انا ارجع ورا الصوره شويه، ارجع براها شويه عشان اشوف الصوره كامله، اشوف شخصيته كامله، اشوفه بيتعامل ازاي مع اهله، بيتعامل ازاي مع اصحابه، بيتعامل ازاي معايا، هل انا لما بيحصل لي مشكله هل هو ظهر وسند ليا ولا لا. فلما انا هرجع لورا هشوف كل الكلام ده. طول ما انا لازقه عيني في الصوره انا كده عايشه صوره في خيالي مش صوره حقيقيه. فاهمه قصدي؟ فعشان كده لازم افصل ولازم اسال نفسي، هل انا بحبه ولا متعلقه بوجوده في حياتي؟ ده هيساعدني. سؤال هنا مهم جدا بقى يا مي، هي اصلا البنت او الراجل بيبقى عندهم الوعي ده ان انا اسال نفسي هل هو بيبقى، بحس ساعات عشان ما بيبقاش فيه خبره او الناس ما بيبقاش عندها خبره في علم النفس قوي، حاسه ما حدش معترف قوي بعلوم النفس دي اساسا، فهو هي بتبقى اصلا ولما ده بيحصل اظن ان ما بيبقاش عندها التفكير اللي هو لا انا بحبه ومتعلقه، ما عندهاش فكره انها تفرق. صح؟ ايوه هي دوامه الحب خدتها. ما عندهاش فكره انها تفرق انا بحبه ومتعلقه، هي بقى اي ثينك انها بتخش بعد كده في حته لا انا لازم اغيره، وبتاخدها تحدي بعد كده، بعدين الموضوع يحاولوا يرجعوا كذا مره والطريقه تبقى توكسيك، فالاتنين يبتدوا يتاثروا، فهنبتدي بقى نقعد سنين مدمرين بعض لحد احنا بنأند اب الاتنين متدمرين خالص يعني. ما عشان كده احنا مهم نبدا نركز على كذا حاجه. ابدا اول حاجه اركز هل انا بعرف اتواصل معاه ولا لا، احنا بنعرف نتكلم ولا ما نعرفش، هل انا متقبله شكله ومتقبله طريقه كلامه، متقبلاه كده زي ما هو عيوبه ومميزاته ولا لا. الحب دايما يقولك ايه، اصل انا 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 حبيته كده من اول نظره، اصل المشاعر غلبتني، مفيش حاجه اسمها كده. انت قلبك ما بيديش اوردر ان انت تحب او يحس بمشاعر غير لما عقلك يكونفيرم، عقلك قالك اوكي يلا قلبك بيدوس. فقبل ما قبل ما تروح لاحتياجك او باحتياجك العاطفي لشخص معين انت قابلته فشفته، اسال لنفسك او حط لنفسك حدود، حط لنفسك حدود صحيه للدخول من اي في اي علاقه. لكن ما اجيش اقول اصل انا محتاجه دلوقتي، اصل قطر الجواز هيفوتني، اصل ما هو راجل ظل راجل ولا ظل حيطه، اصل طب ما هو اديه كويس وخلاص، اديني خليني مكمله مع ده بدل ما لسه هبدا في علاقه جديده من اول وجديد ونتعرف على بعض وده انا بقى عندي 30 سنه، اصل ما ينفعش مش هلحق خلاص، اصل طب امتى هتجوز واخلف وبتاع. يا حبيبتي ظبطي نفسك وظبطي شخصيتك وعيشي وخلي شخصيتك او صفاتك او عيشي اللي انت عايزاه في الشخص اللي انت عايزه تتجوزيه او ترتبطي بيه. صح. كل ما انا هيبقى فيا صفات كويسه، كل ما انا هجذب لحياتي شخص بنفس الصفات اللي انا عايزه اعيشها. صح. طب عايزين نفهم الناس حته ان انا بكذب لما انا اشتغل عشان الحته دي ديني وبرده علمي. فكره حتى كان في كذا سمعت كذا داعيه بيتكلم في كده او برده لايف كوتشز كتير واتكلمنا قبل كده انا وانتي في الموضوع ده، فكره انه انا دلوقتي لما بشتغل ان انا اقول لنفسي ده انا عايزه واحد فيه الصفات دي وانا ما فيهاش الصفات دي، فهاو كم ان انا ابقى عايزه الصفات دي وانا ما فيهاش؟ فانا لو دلوقتي عايزه واحد كريم لازم اكون كريمه، عايزه واحد حنين لازم اكون حنينه وامارس ده. بالظبط. فنفهمها الناس دي بقى تعملها ازاي. بس مش دايما الطيبونه للطيبات. الطيبات بالظبط. يعني ايه الطيبونه للطيبات؟ يعني انا عمري ما هكون انا انسانه من جوه، ماليش دعوه من بره، من بره الناس كلها جميله وطيبه وزي الفل. لا ده من بره مش كده ولا ايه؟ من بره كله تمام. ايا كان. اوكي. انا ليه دعوه من جوه؟ من جوه لو انا عندي افكار سلبيه، لو انا عندي مخاوف كتير،
لو انا عندي باجيجز او عقد كتيره من جواز، من تربيتي، من اهلي، ايا كان، فانا هجذب لحياتي شخص في كل المخاوف اللي عندي، في كل الحاجات اللي انا مش عايزاها، في كل العقد او الصفات اللي انا واخدها من اهلي. تمام؟ فانت نرجع بقى نرميها، انا حظي كده ليه؟ هو انا ليه كل على فكرة الناس اللي انا طيبة بجيبهم وزي عاملين الفل، كده؟ انا طيبة وزي الفل. احنا بقى بنكذب لينا واحنا مش واعيين. لو انت بتخافي، عارفة اللي بيخاف من العفريت بيطلع له؟ بيطلع له، لو انا بخاف من بخاف الفشل. من ال انا عايزة واحد مثلا، انا عايزة واحد، لا انا مش عايزة واحد بخيل زي بابايا، هيجي انا مش عايزة انا كريمة، انا بقيت بعمل كل حاجة بكرم عشان مبقاش زي بابايا والناس تشوفها ايه، هي كريمة، هي طيبة، هي، بس انا من جوايا انا بدور على واحد مش بخيل زي بابايا. عقلك ما بيفهمش النفي، العقل وطول ما واعي انت ما فيش. مركزه على البخل هيجيلك البخيل. ايه ده؟ طب ما انا كويسه، وانا ليه جذبت لحياتي واحد وحش؟ مش طيبونا للطيبات؟ حبيبتي انت ايه اللي جوه؟ فماليش دعوه باللي بره، ايه اللي جوه؟ فاللي بس جوه عامة يا مايا، أنا لسه الكلام ده أنا لسه ليتلي عارفاه منك، ولما قعدنا نتكلم فترة أخيرة، بس ما عمري ما كنت عندي الوعي ده، إن أنا أبقى يعني عندي اتصال بنفسي من جوه. دي ما كنتش واعية لها أبدا، ولا حتى أظن إن واعي لحاجة زي كده. ما هو النقطة كلها في حياتنا أي تغيير بيبدأ من جواك. لو أنا مش مركزة مع نفسي، لو أنا مش سامع صوت نفسي، لو أنا مش عارفة أنا عايزة إيه، بحب إيه، بكره إيه، ما بقى إيه حدودي، حدودي الصحية والحدود، الحاجات اللي أنا شايفاها اللي لو موجودة هوب أنا هدوس في العلاقة، لو مش موجودة هقفل العلاقة من أولها، مش هدي لنفسي محاولة عشان قلبي يتكسر بعد كده. إيه القيم بتاعتي؟ إيه القيم اللي أنا عايزاها في الشخص اللي قدامي؟ لو أنا معرفش كل ده قلبك هيتكسر مره واثنين وثلاثه، وتقولي ايه قاري الجواز ده مش قاري، انا قاري العلاقات، لا 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 انا دايما كل علاقاتي وحشه، كل علاقاتي فاشله. لو انت مش عارفه نفسك مش هتعرفي تفهمي حد. ما هو من عرف قلبه عرف نفسه، من عرف نفسه عرف ربه، الامام الغزالي كان بيقول كده. فانت محتاجه تعرفي نفسك، محتاجه تفهمي نفسك، لان لو ما فهمتيش نفسك مش هتفهمي حاجه، لان انت بتشوفي الحياه والدنيا بعين نفسك. فعشان كده مهم قوي 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 قبل ما ادخل في علاقه اصلا، يعني قبل بقى قصه الانفصال، قبل ما ادخل في علاقه اصلا ناجحه او فاشله لازم افهم نفسي عشان اعدي اي علاقه، وعشان ابقى اعدي مرحله الانفصال لازم افهم نفسي. لان لو انا مش فاهمه نفسي انا هنفصل مره، بعد كده ايه ده انا اتعلمت منها ان انا اعمل عكس اللي انا مريت بيه، فهتنفصل اللي بعدها. طب انا عايزه اعمل عكس، فهتبقي ماشيه في التو اكستريمز، مش هتبقي متزنه. صح. عشان اعيش باستقامه او اعيش في اتزان او اعيش بشكل سوي محتاجه اكون حياديه، لا انا هنا قوي ولا انا هنا قوي، يعني ولا طب انا. طب ما هي هنروح فاصل. طبعا. هنروح فاصل ونرجع نكمل كلامنا. مشاهدينا فاصل ونواصل. رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين مع ضيفتي العزيزة جدا مي القاضي. مي، احنا كنا بنقول قبل الفاصل انه لازم عشان قبل ما اخش في علاقة عامة لازم اكون متزنة. اكون متزنة مع نفسي ازاي؟ اتواصل مع نفسي ازاي؟ ازاي اعرف اوصل؟ اصل في ناس مش ديب برضو يا مي، يعني فاهماني؟ هو وفي ناس مش معترفة بكل الكلام ده، تقولك ايه الهاتش اللي انت بتقوله ده؟ ايه اي كلام ده؟ هو حظي كده، نصيبي كده. لازم نفهم الناس ان هو اختيارك انت اللي اختار على نفسك كده. يعني تعالي هقول لك حاجه، لما بندخل في علاقه مش انت بتبقي حابه ان انت تتعرفي على الشخص وتقعدي معاه وقت اطول، تتكلموا اطول، تتعرفوا على بعض اطول؟ ليه؟ عشان افهم ايه اللي يبسطه. سكت، ما اعرفش اجاوبك ليه. عشان اعرف ايه اللي يبسطه، عشان اعمل له واجيب له الحاجات اللي هو بيحبها، عشان يفضل على طول، مش كده؟ كل الحاجات دي بنعملها عشان اوصل ان انا ادي. الشخص بقى اللي قاعد معاكي 24 ساعه ده بقى اللي هو نفسك بقى، ليه ما تقعديش معاها؟ ليه ما تحبيش نفسك؟
ليه ما تفهميهاش؟ يعني سيبك من الحب بقى يا ستي، ما تحبيهاش افهميها. سؤال بقى هنا يا مي كده مهم، انا لو ما بحبش نفسي، يعني انا لو شخص دايما بأنب نفسه او شايف نفسه قليل او ما عندوش ثقه او ما عندوش حس استحقاق، فبالتالي انا برضه هجذب لناس ليا تيجي تديني على دماغي. طبعا صح، هتلاقي الدنيا جاي رايحه جاي عليك بالظبط. ففي بقى حته الناس مش فاهمانه خالص، ان هي تقول لك ايه ده بحب نفسك ده اناني. لا، حب النفس اللي هو تقدير الذات وحب النفس، وان انا ابقى عارفه قيمه نفسي، وان انا اقدرها، وان انا ما اعذبهاش، وان انا ما مهلكهاش في علاقات مش عارفه ايه، ابقى مقدره، يبقى عندي استحقاق كده، ان انا حاسه ان انا استحق ده، وحاسه ان انا استحق ده، وحاسه كده، من غير ما اكون الناس بتاخدها انانيه او بتاخدها انت شايف نفسك. لا، في اعرف فرق، ما مش لازم كل حاجه من اكستريم لاكستريم. بالظبط، صح. انا ان انا احب نفسي ابسطها، ما تعملش حاجه انت مش عايزها، ما تجيش على نفسك عشان حاجه. اكيد اوقات بنيجي على نفسنا، اكيد اوقات بيبقى بقول لك انا لو ما جيتش على نفسي انا كده بتاع نفسي. اي، ما فيش حاجه اسمها كده. انت مش هينفع تبقى شمعه تحترق من اجل اخرين. انا ايد صابع العشره شمعه عشان، وفي الاخر على فكره الناس اللي بتعمل كده عمرها ما بتوصل لتقدير من الاخر، لان انا مش مقدر نفسي، وانا شايف ان هم هيحبوني بالشكل ده. طب هل هم هيحبوك بالشكل ده؟ لا. لو انا مش عارف احب نفسي، انا اطالب حد ازاي يجي من بره يحبني وهو ما يعرفنيش؟ اكتر حد بيبقى مرغوب فيه هو اكتر حد نفسه عزيزة عليه. ده هقول لك على مثال. صح كده؟ طبعا. لو انا دلوقتي شايف واحدة فظيعة مهتمية بنفسها وجميلة وبنت ناس وغنية، مش محتاجة حاجة، مفيش حاجة ناقصاها. او انا هيخش اضيف ايه؟ انا حاجة دلوقتي هقول لها انا هزود لك ايه؟ او ينفع اجي اقول لها طب اتجوزيني بس اصرفي عليا، او اتجوزيني ومش هجيب لك لا شبكه ولا مهر؟ لا. ليه؟ لان هي زي ما هي معززه نفسها واهلها معززينها، انا ما اقدرش اقلل من نفسي قدامها. فبالتالي بينسحب. نعم، بينسحب اصلا. لا، بيحاول يعمل اي حاجه عشان يبقى متماشي معاها. لكن لو انا دلوقتي واحده اللي انت عايزه اي حاجه، انا معاك في اي حاجه، انا هقف قدام الناس كلها، انت مش عايز تجيب حاجه ما تجيبش، انت انا معاك، هو هيعمل ايه؟ هترضى باي حاجه؟ مش هيستسهل، مش هترضى. هي كده كده هستخسر فيها، ولو معايا فلوس مش هجيب لنفسي بيهم اي حاجه. مش ده بيحصل؟ بيحصل، وبنشوفه في علاقات كتير. وتيجي تشتكي هو مستخسر فيا مع انه بيجيب للناس اللي حواليه كلهم، بس انا بخيل معاه. انت بتعاملي نفسك ازاي؟ انت موصله له ايه؟ فالنقطه كلها ان لو انت بتتعاملي مع نفسك على انك قليله، هو هيجي يقلل منك اكتر. لكن لو انت معززه نفسك وحاطه نفسك في مكانه معينه، مقدره نفسك، حابه نفسك، مقيمه نفسك، هو اوتوماتيك هيجي يعززك اكتر. بصي هقولها لك قاعده كده في الحياه، الفلوس والعلاقات بييجوا يزودوا حالك، مش بييجوا يعملوا الحال. هو يعني ده اللي الناس لازم تفهمه، يقول لك يعني انا والله لو انا معايا المبلغ ده انا ببقى في حته ثانيه. هو انت ممكن تبقى معاك وكده، بس هي مش هتيجي عليك بنكهه. لا، او العلاقه عامه. طبعا انا دلوقتي لو انا سعيد، الفلوس هتيجي تزود سعادتي، الفلوس مش هتيجي تعمل سعاده. لو انا شخصيه ناجحه، العلاقه هتيجي تزود نجاحي، مش هتيجي هي اللي تبقى سبب نجاحي. فالفلوس والعلاقات هما بييجوا يزودوا حالك، مش بييجوا يخلقوا حالك. عشان في ناس دايما بتبص هو ده اللي عوض وشوف ايه. لا، هو انت لازم انت تعمل كل حاجه لنفسك، زي يعني اللي هو تحب نفسك وتقدرها وتنجح وتفهمها وكذا وبتاع وتصلح منها، ذن هيبقى الاتراكشن مظبوط. بالظبط. غير كده الموضوع ما الموضوع دايما هنفضل في الباترن بتاعت العك بقى، نقعد نوك فتره ان انا بكذب لنفسي حق ناس غلط، فبيجوا بيأذوني، فانا بتوجع، فبموف اون، وبعدها بدخل في علاقه تانية. فانت عندك اربع مراحل كده ماشيه، بتلفي وتدوري بيهم. هو زي الكره الارضيه كده في التراك كده، الباترن. وتقولي انا مش فاهمه، وانا وبعدين في الاخر انا بقالي 10 سنين في الباترن. يا بقالي 10 سنين اعدها بقى بجد والله، 10 سنين هنعداهم يعني. وعلى فكره الباترن في فلوس، الباترن في شغل، لا ده باترن في كل حاجه. باترن في كل حاجه بالظبط، حتى في نفس الاحداث المتشابهه الحزينه نفس الباترن. طب
عشان كده محتاجين نقف وقفة، نكسر الباترن، نغيرها. والباترن ليه بتفضل موجودة، أو الحالة دي، المراحل دي ليه بتفضل موجودة؟ لأن هو ده بالنسبة لي منطقة الراحة. صح. خليني في اللي أنا عارفه، وبعدين أنا اتغير. بس البني آدم ما بيكونش واعي لده برضه. طبعا مش واعي، طبعا مش واعي. ما لو واعي كنت غيرت. واعي إنه ده الحظ فقر، إن أنا نصيبي كده، الدنيا جاية عليا، إن أنا الدنيا وحشة. بالظبط. لا، واللي حواليا نيجاتيف اصلا، فالموضوع صح. اه الدنيا مالها ضلمت كده يا جماعه. احنا محتاجين ميه القاضي في حياتنا. لا. كتير. لا محتاج، ما تسافريش، ما تبعديش كتير يا ميه. عدلكوا اهو. بتوحشينا كتير قوي بجد. طيب خلينا دلوقتي، احنا كنا بنتكلم بشكل عام في الانفصال بقى عامه، خلينا نتكلم بقى على انفصال الجواز حتى بعد السنين والولاد وكده. الانفصال التعافي ده بقى بعد ما بتكوني عشتي معاه وبقى جوزك، الانفصال ده بيبقى رهيب. طبعا. ده بقى يعني فعلا ممكن الست هنا تتكسر فعلا، تقعد فتره طويله. يعني ده بقى كان جواز وعيشه وكل يوم وكذا وبتاع. في بقى كمان انفصال ساعات بيبقى بترومز وحشه جدا، منهم ان هو خان، ان هو باع، ان هو غدر. ازاي بقى الست تعرف تقوم على رجليها تاني، خصوصا لو هي كانت فاينانشالي مش معتمده على نفسها، معتمده عليه؟ بصي، ان انا دلوقتي اي انفصال ايا كان، حتى لو الست هي اللي عايزه او الراجل هو اللي عايز، الانفصال بيكون صعب قوي. ليه؟ انا اتعودت على شيء معين، على حياه معينه. احساس ان انا الشخص ده ما بقاش موجود في حياتي حتى لو انا مش بحبه بيوجع. دي اول حاجه. طب تاني حاجه، احساس ان انا اترفضت بيوجع. لا، احساس الرفض ده مش عايزه اقول لك بقى، بيوجع. اترفضت في الشغل ده بيوجع. من شخص، حتى من شخص او صحاب. انا عملت كل حاجه عشان ارضيه ولسه رافضني، او هو شايف انا عملت لها كل حاجه عشان تبقى مبسوطه ولسه رافضاني. فاحساس الانفصال نفسه بيوجع، ايا كان في حب مفيش حب، في واصلين لاي مدى، ده بيوجع. ليه؟ لان بيبقى معاه اوتوماتيك احساس تانيب ضمير، يعني بيبقى لازق فيه كده. اوكي. زائد ان احنا كستات ايموشنال اكتر قوي. تسبلي لي يعني. الست بعد العلاقه على طول بتفضل تعبانه ومتضايقه، الراجل بعد العلاقه اخد حريته، بعدين شويه 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 شويه, شوية بتبتدي تضايق. ايه ده، هي بقت فين؟ هي راحت فين؟ شويه دي بعد قد ايه بقى؟ قولي كده. كل راجل على حسب، ده نسبي. سنه، خمس نسبي. سنين. لا نسبي. على حسب. فالست تلاقيها ايه ده، هو بعني، هو رجع عاش حياته كده عادي، هو للدرجات دي مش فارقه معاه؟ هو بيبقى في الاول مش مستوعب، هو مش مجا، هو بالنسبه ايه ده، هو انا خدت حريتي، انطلقت، مفيش حد هيجي يقول لي اكلت ولا ما اكلتش، مفيش حد هيجي يقول لي انت لمين؟ انت سايب البيت وقاعد مع اصحابك ليه، مفيش حد ينكد عليا، مفيش حد يقرفني، مفيش مسؤوليات، انا حر، انا طاير في الهواء. فهو الراجل بيبقى بعد الانفصال على طول مرتاح، مش حاسس. الست بعد الانفصال على طول ايه ده، هو فين؟ ايه ده، لا انت للدرجه دي؟ ايه ده، هو انا حاسه مفيش حد نايم جنبي؟ ايه ده؟ فتبدا هي موجوعه. بعد شويه الراجل يحس ايه ده، هي فين؟ الست تبدا تتاقلم على الحياه من غيره خلاص، فيبدا هو يحاول يكلمها مثلا، او يبدا هو يحس هي ازاي تخطت وتعدت وبقيت انا مش فارق معاها. فبتبدا كل واحد بيعدي مرحله. اوكي. اللي انا بتكلم فيه ده الطبيعي. في حالات شاذه في البروسيس اللي انا بحكيها لك، يعني في ستات ممكن بعد الانفصال على طول تقول لك الله انا خدت حريتي مش فارق معايا، وممكن راجل بعد الانفصال يحس ايه ده، هي فين، انا مفتقدها. بس الطبيعي، الطبيعي انا بتكلم على الطبيعي عشان ما حدش يجي يقول ايه ده، لا انا مش كده، انا بتكلم على الطبيعي. وكل علاقه على حسب. في علاقه هو مصحيها منيمها بشتايم وضرب وخناقات وبتاع، اكيد هتبقى ما صدقت مثلا. فهي الموضوع بيبقى على حسب. لو في ولاد الانفصال بيختلف عن لو ما فيش ولاد. فلو في ولاد بتلاقي احساس تانيب الضمير، بتلاقي ساعات ان احنا مشغولين ان احنا نظبط حياه الولاد فمش مركزين مع نفسنا مثلا، او بنركز بس اخر نص ساعه قبل النوم.
او بنركز لما كان بيبقى في وقت احنا قاعدين فيه مع بعض، في انفصال ان هو اصلا اوريدي عايش بره وانا عايشه هنا، فلما بيحصل انفصال مش حاسه اصلا، احنا اصلا ما كناش عايشين مع بعض فمش فارقه. في انفصال بيحصل بعد ما كان في طلاق في البيت اللي هو طلاق نفسي. يعني ايه طلاق نفسي؟ يعني احنا اصلا ما فيش بينا مشاعر، يعني اصلا احنا عايشين في البيت اكننا اوتيل، مش حاسه بيك اصلا، يعني لا انت موجود في حياتي ولا انا موجوده في حياتك، فاحنا مش موجودين، اكننا اتنين اخوات عايشين. ايه اللي بيوصل الزوجين لكده؟ حاجات كتيره قوي واسباب كتيره قوي. اهم سبب سمعتيه من كلاينتس قولي. اهم سبب ان كل واحد مش عارف يدي التاني اللي هو عايزه. patients clients ايه patients، ان كل واحد مش عارف يدي التاني احتياجاته. كل واحد مستني او حاطط توقعات، فمن كتر ما هو حاطط توقعات واتخانقنا عليها وما باخدهاش، طب بقول لك ايه، مش عايزه منك حاجه. في اوقات بسبب ان احنا اصلا ما كانش في بيننا مشاعر، ما فيش ذكريات، او ان احنا كان في خلافات كتيره قوي قبل الجواز وخناقات قبل الجواز، فلما جينا اتجوزنا كل واحد عايز يرتاح، واتصدمنا ان ايه ده، هو الحرب اللي احنا كنا بنحارب بعض عليها او الاخر الموضوع طلع كده، في الاخر انتوا كده مش فارقه، او ان في برود في العلاقه. ففي حاجه، في اسباب كتيره قوي يعني ما نقدرش نعدها، لان الناس مختلفه، او ان احنا قعدنا نعند مع بعض ان احنا هنتجوز، او مع الناس اللي حوالينا ان احنا لازم نتجوز، ولما اتجوزنا هي مالها ضلمه كده، على فكره عادي ما كنت اتجوزتها زي ما كنت اتجوزت حد تاني، او الطباع صعبه، الطباع مش متماشيه. ففي اسباب كتيره قوي، بس النقطه كلها ان لازم نبقى عارفين ان الست عاطفيه اكتر، فاول ما الانفصال بيحصل بتبقى موجوعه اكتر. لو عندها قطه، اي بنت حتى لو عندها قطه كانت بتربيها ومشيت هتتوجع عليها، طب ما بالك بقى بشخص في بيننا كلام، في بيننا حوار، في بين. وعلى فكره الوجع بيكون اقوى لما الراجل خلاص يبقى عنده رفض للست، فانا عايزه اطلق ليه، مشاكله بقى، مش عايز، حاسس ان هو مقيد، حاسس ان هو مش قادر يحبها، مش قادر يديها مشاعر، فحاسه انا مش عايزه اكمل في الجواز، عنده مشاكل قديمه وات ايفر. فالست هنا تحس بالرفض، هنا لازم تطلب مساعده عشان تبدا تتخطى الحته دي. مي انت نورتيني النهارده، والفقره كانت اكتر من رائعه يعني، واكيد هتعجب مشاهدينا. بشكرك جدا ونورتيني، وان شاء الله يعني في حلقات ومواضيع كتيره يعني ما بنشبعش منك ابدا. ان شاء الله، انت عارفه دايما انا ببقى مبسوطه وانا معاكي. وانا كمان جدا، واكيد واي حد بيتفرج عليكي بجد اكيد مبسوط. ميرسي، تسلمي لي يا مي، ميرسي جدا. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نكمل بقيه الحلقه. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل، ولسه مكملين حلقتنا. الفقرة دي بتهم طلاب ثانوية عامة، وبتهم يعني الطلاب اللي حتى غير ثانوية عامة، اللي لسه هيطلعوا على ثانوية عامة. من غير ما نخش في تفاصيل كتير، خليني أرحب بضيفتي هبة عبد العزيز، مدير وحدة المرأة وقضايا المجتمع بمركز الوحدة للدراسات. أهلا بحضرتك. أهلا بك، منوراني النهاردة. وكنت حابة أبدأ حلقتي معاكي وأسألك ازاي، ايه راي حضرتك في مسميات كليات القمه؟ بصي، هو المفهوم ده قامي شويه بقى، يعني كان منتشر يمكن فتره يعني من قبل كده كتير، حاليا يعني شايفه يمكن في العشر سنين الاخيره دي المفهوم ده اتغير كتير. اتغير كتير سواء بالنسبه لاولياء الامور الابهات والامهات، او حتى بالنسبه للشباب، يعني الولاد في الثانوي دلوقتي ما بقوش بيفكروا في قصه كليات القمه، الطب والصيدله والهندسه والحاجات دي. الموضوع اختلف بسبب اختلافات ظروف كتير طبعا، يعني حوالينا، منها التقدم اللي حاصل في التكنولوجيا، يمكن القوى الناعمة كمان أثرت على الموضوع ده. ففكرة كليات القمة موجودة لسه، لكن مش بنفس نفس القوة اللي كانت موجودة بيها الأول. طب يعني اللي عايزة حضرتك يعني من الكلام ده نفهم الناس، إنه الناس اتجاهاتها ما بقتش
ان انا ابني لازم يطلع دكتور، ابني لازم يطلع مهندس، الاتجاهات بقت رايحه فين؟ بصي ستيل لسه لغايه دلوقتي في ناس بتفكر انه يعني لا لازم يبقى عندي بنت او ابن لازم يدخل لازم كليه دكتور. من دكتور يطلع مهندس. بس احتياجات سوق العمل، وزي ما كنت لسه بقول لك انه الطفره اللي حصلت في مجال التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، كمان الجامعات اللي فتحت هنا في مصر يمكن في الفتره اللي فاتت دي جامعات عالميه، حتى الجامعات الحكوميه بدات تعمل توأمه مع جامعات بره معروفه. بتعمل توأمه ازاي بقى؟ بتعمل توأمه مع جامعات بره بحيث انه الشهاده اللي بياخدها من هنا الطالب او الطالبه ما بتحتاجش ان هو يعمل معادله لما يجي يسافر بره، يعني مثلا هو حاصل على اي تخصص من التخصصات اللي الجامعه هنا عامله معاها توأمة مع جامعة بره، ما بيحتاجش ان هو يروح يعمل المعادلة دي اللي هي بيبقى فيه اختبارات معينة كده لازم يعني يعديها علشان يقدر ان هو يشتغل في الدولة دي بره. فلا التوأمة دي بتساعده انه خلاص هو الشهادة اللي حاصل عليها في جامعة هنا مصرية بيقدر يسافر بالشهادة دي ويشتغل بيها بره عادي جدا. مظبوط. طيب انا كان عندي سؤال مهم جدا، في بحس شريحة كبيرة جدا من المجتمع سواء كانت في اي طبقة يعني في المجتمع، هي دايما بتهتم انه الطلاب يتعلموا في جامعه خاصه، مع ان انا شخصيا بشوف يعني منهم اهلي او ناس اعرفها او كده اتعلمت عادي في جامعات مصريه حكوميه وكانت اتعلمت كويس جدا، يعني كانت هندسه خاصه او مش خاصه او طب خاص او مش خاص كان الشهاده مميزه جدا. فهل هم التفكير ده معاهم حق فيه ولا هو بس مجرد مبالغه في التفكير؟ طيب بصي خلينا نتكلم هنا في شقين، يعني في حاجتين. اولا انه حته انه في جامعات لسه محتفظه بالمستوى العلمي بتاعها، يعني في جامعات زي جامعه هندسه لسه اقتصاد وعلوم سياسيه، في بعض الجامعات كليه الطب لسه من الكليات اللي هي يعني برضو محتفظه بالمستوى العلمي ده حتى على يعني مستوى عالمي كويس. فالدراسه فيها اكيد هنا هي كده مفيده. الشق الثاني انه للاسف الشديد برضو متطلبات سوق العمل بقى كتير بيواجه الشباب فكره انه انت خريج جامعه ايه، بغض النظر بقى عن تقديره الميجر بتاعك او الكواليفيكيشنز بتاعتك، وانه لو جامعه حكوميه يبقى مش هيلاقي فرصه عمل يعني كويسه بالنسبه له، لو هو خريج جامعه خاصه او جامعه من الحاجات يعني اللي هي بتدفع فيها فلوس كتير فده هيبقى افضل. ويمكن هنا ساعات بيبقى بيشوف يعني صاحب العمل ده انه هو هيكون معاه لغات افضل، هيكون واخد مستوى من التعليم افضل. فالموضوع ده لسه فيه جدل شويه، لكن الحقيقه عشان كده انا لسه كنت بقول لك انه في عدد من الجامعات المصريه سواء بقى اللي هم عاملين توأمه مع جامعات بره او حتى لسه محتفظين بالمستوى العلمي بتاعهم، لا هم لا يقلوا بل بالعكس يعني، وفي نفس الوقت التكلفه الماديه بتاعتهم مش كبيره. بس حضرتك عشان شخص فاهم جدا في الموضوع، يعني شخص احنا جايبين يعني جايبين الشخص من 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 جايبين الموضوع من اساسه من حتته، بس ده مش فكر معظم الناس، اللي هو زي ما حضرتك قلتي في اي شغلانه او حتى الناس ما بينهم وبين بعض وهم قاعدين، لا انا كنت في جامعه خاصه، لا. وبعدين بقى حتى مثلا لو في طلاب في جامعه خاصه مثلا حد كل اسامي بقى الجامعات، انا في جامعه كذا، انا في جامعه كذا، لا انا احسن، لا انا فاهمه. انا بحس في جامعات الخاصه او الحكوميه او اي جامعه لو الطالب هو مميز وشاطر وعنده كواليفيكيشنز مختلفه واشتغل على نفسه والحاجات دي بحس ان هو بيتوفق، وفي الاول في الاخر هو انت يعني كواحد لسه خريج او كذا مرتبك ما بيبقاش حتى لو كنت في اي جامعه ولا دافع فيها رقم مهول، وبقى في ارقام خزعبليه يعني. أيوة دلوقتي طبعا لو كنت في اي جامعه ودافع فيها اي رقم انت برضو هتتخرج تاخد نفس المرتب. بصي هو انا فهمتك، هو في جزء كمان من حته ايه عارفه الواجهه الاجتماعيه، خلينا نقولها بالبلدي كده الفشخره يعني. الفشخره بالظبط. بالظبط يعني، وقاعد حتى بيقعدوا بجد اوقات يعلوا على بعض، يعلوا يعني على بعض. انت مثلا انا في جامعه مش عايزه اقول ارقام يعني، بس لا انا دافع في الجامعه دي رقم كذا. لا غير دافع فكره الاسم بس او بالظبط، ما هو ده اللي بقول لك عليه، فكره انه انا مش مهتم بالمستوى العلمي قد ما انا مهتمه بالواجهه الاجتماعيه، ان انا قاعده هنا بقول لا انا خريج، يعني ممكن اكون داخل الجامعه دي والجامعه ما تكونش بتدي مستوى علمي يعني جيد، لكن وانا مش جايب المجموع برضو اللي هو يعني يستحق ان انا ادرس ده. درست بره مصر فانا كنت بره. فيعني كده. وعلى فكره الموضوع ده برضو يا امي عمل مشكله جدا عندنا في سوق العمل طبقيه مثلا. طبعا غير الطبقيه دي
دي ده جزء، دي مشكله كبيره جدا طبعا. لكن عمل مشكله تانية اخطر بقى، وهي انه في جامعات لمجرد انه الولاد معاهم فلوس وهم ممكن ما يكونوش، عشان كده اختبارات القدرات دي مهمه جدا ان هي تتعمل في الجامعات، هو بس بيدخل وبيدرس التخصصات للاسف الشديد وبيطلع بره بقى هو دكتور مش جيد، مهندس مش 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 احسن حاجه، لمجرد ان هو كان معاه فلوس وقدر ان هو يدرس التخصص ده. فدي من ضمن المشكلات الكبيره جدا، لانه خلينا نتفق على حاجه، يعني ما بني على باطل فهو باطل، ولا يصح الا الصحيح في الاخر. علشان كده انا مع فكره جدا انه الكورسات اللي هي بتتاخد دلوقتي دي مهمه جدا جدا، وان الواحد لازم يطور من نفسه حتى لو بعد يشتغل على نفسه بالظبط، لانه هتلاقي زي مثلا يعني في طالب اتخرج من جامعه حكوميه وطالب تاني اتخرج من جامعه امريكيه، وعندك كاتيجوريز كتيره يعني في الارقام بتاعه الفلوس اللي بتدفع في الاخر، كلهم لما ينزلوا سوق العمل الفرق زي ما انت قلتي كده بالظبط، مين اللي اشتغل على نفسه كويس وقدر ان هو يطور نفسه، سواء بقى في كورسات لغايه استخدم التكنولوجيا الحديثه وقدر ان هو يوظفها في مجال الشغل بتاعه، حتى لو هنرجع من البدايه خالص حتى فكره اختياره للتخصص اللي هو داخله. يعني احنا كنا بنتكلم اصلا الموضوع الفقره عن الكليات القمه، لا احنا دلوقتي في تخصصات كتير تانية مطلوبه، وفي تخصصات اصلا تقريبا شبه هتختفي من العالم خلال 10 سنين اللي جايين مع ظهور الذكاء الاصطناعي وسائل التكنولوجيا الحديثه. ففكره انت اخترت مجال ايه، انت اشتغلت على نفسك قد ايه، مش هتفرق كتير هو دارس في ايه، هو النقطه هنا او الحاجه المهمه اللي هو ده اللي انا كنت والله بجد كنت انا كنت لسه في قاعده، كنت في قاعده عائليه يعني، فكان في حد خريج يعني جامعه خاصه محترمه جدا في مصر، وحد وكل حد مثلا قاعد في القعده خريج جامعه خاصه وكده، بس كان في حد لسه داخل جامعه فعايز يخش، فالشخص ده كان بيساله بيقول له على طول ان هو يخش الجامعه دي من زي كده بيفور يفخم ويضخم اللي هو لازم تخشها عشان انت لو ما دخلتهاش انت ما مش هتلاقي شغل ولا لا ومالكش قيمه اصلا انت لو ما اتعلمتش انت مش كانك ما اتعلمتش. فانا قمت لقيت ان الولد الصغير ده مش فاهم، يعني عنده 16 سنه فبيسمع كلام زي ده طبعا. فانا سالته سؤال، قلت له انت عايز تخصص ايه؟ انت عايز تخش تخصص ايه؟ عايز تبقى ايه؟ عايز لما تتخرج تبقى ايه؟ عايز تبقى مين؟ يعني لان انا لو اهتميت بس بالاسم والشكل، اصل انا دراستي حاجه وبعد التخرج حياه تانية خالص، وخاصه في سوق العمل في مصر تحديدا يعني بالظبط. يعني فانا دلوقتي لو انا مهندسه وتخرجت من جامعه القاهره مثلا ومهندسه ودخلت في جامعه خاصه، اي جامعه بقى من اول الخاص يعني من اهمه لنصه الاخر جامعه الاهليه الحكوميه بالظبط، فانا كده كده في سوق العمل انا تقريبا هاخد نفس المرتب او هبقى في نفس الشركه او بنفس الحاجه. بصي هو مش شرط برضو طبعا، لانه احنا برضو دلوقتي السوق بقى مختلف تماما، يعني عندك في شركات متعدده الجنسيات، في شركات مصريه وفي شركات عربيه، فالمرتبات طبعا فيهم بتختلف، لكن هي النقطه المهمه اللي انت بتقوليها بس فكره بس ما يبقاش برضو زي التوقعات اللي هو حاططها اللي هو الارقام اللي هو صارف على نفسه بيها، هو هيبقى ماسك موبايل اصلا يعني بقيمه مرتبه ممكن 10 شهور كده، فانت مش زي ما بالظبط كده اللي هو مش هتلاقي اللي انت بتدور انت عليه ده. عشان كده انت يعني الحقيقه لفتي نظري لنقطه مهمه جدا، وهي فكره انه بجد يعني الولاد او البنات الطلبه عموما محتاجين بقى احنا كمؤسسات نبذل مجهود، سواء المؤسسه التعليميه، المؤسسه الاعلاميه، كل كافه المؤسسات في المجتمع تبذل مجهود في ان هي تخليه حدد هدفه هو عاوز يدخل ايه بالظبط، لان ده شيء مهم جدا. يعني النهارده مثلا ما عادش في حاجه اسمها كليه الحقوق او كليه القانون، بقى في تخصصات قانون دولي، قانون تجاري، في تخصصات دقيقه جدا، وده شيء حلو انه بدا عندنا هنا جامعات كتير وكل على كل المستويات على فكره، يعني سواء جامعات حكوميه او جامعات اهليه او حتى جامعات خاصه بدا يبقى فيها التخصصات دي. ما عادش في حاجه برضو اللي هي فكره لسه موجوده بس مش زي الاول انه انا داخل طب، لا انت هتتخصص في ايه، وبقى في تخصصات دقيقه. في حاجات كمان مثلا دلوقتي
في مجالات كتير زي مجالات مثلا الخاصه بالتغيرات المناخيه، حاجات خاصه بالطاقه المتجدده، حاجات خاصه بفروع معينه في الهندسه ما كانتش موجوده قبل كده، خاصه بالذكاء الاصطناعي. ففكره انه في السن زي ما كنت بتقولي هو صغير عنده 16 سنه، هو مش عارف يعني مش عارف اصلا لسه يحدد هدفه، فهو بيسمع بس ان انا لازم اخش باسم الجامعه دي اي ميجر بقى. المهم ان انا خريج الجامعه، ان انا خريج الجامعه دي. لكن انت عايز تخش ايه؟ ما هو انا لما جيت فكرتيني بايام والله المدرسه، لما جيت ان انا اخش، انا كنت مقرره ان انا عايز اخش اعلام، وقدمت في جامعات خاصه كتير. فكل جامعه خاصه منهم في اللي جاب لي بزنس، في اللي جاب لي ايكونومكس، في قصدك التنسيق، في اللي جاب لي غير، لا مش التنسيق بس، انه كان مثلا تنسيق الدرجات، قصدي داخل الجامعه مش تنسيق الدرجات، انه كان مثلا الاماكن خلصت هنا مش هياخدوا دي برضو. الاماكن خلصت، يعني مثلا ماس كوم كان خلصان مثلا في الجامعه الفلانيه وفلانيه وفلانيه، فانت خشي وبينقلي سمستر. فانا كنت مقرره الميجر بتاعي، فسبحان الله في الوقت ده اللي كان فيه اماكن وكان فيه موجود وكده، كان في جامعتي اللي انا اتخرجت منها، في الجامعه اللي انا اتخرجت منها، لكن ما كانش فيه مثلا في اماكن تانية. بس في الاخر عملت اللي انا عايزاه ودرست اللي انا عايزاه ودرست اللي انا حباه. فده ده حس ده التفكير. ما هو ده الباشون بقى، فكره انه يعني عارفه لسه كنت بقول لك، يعني ده دور المؤسسات بدءا من المؤسسه التعليميه، ان بس انت مش بتروح بتدرس هناك فيزياء وكيمياء واحياء وعربي ولغات وحاجات من دي، بس ده مهم جدا. لكن مهم كمان ان انا ابني الشخصيه، وان انا يعني انا مفيش عندي مشكله انه حتى في لفظ يعني اللي هي كليات القمه مفيش مشكله فيها، لو هو ابني او بنتي هو فعلا عاوز يدخل طب اوكي، بس كمان لازم يكون عنده شويه وعي انه هل سوق العمل محتاج دكاتره دلوقتي، ولا معظمهم بيضطر ان هو يسافر بره لانه مش لاقي فرصه هنا، او بيتصرف عليه كتير جدا جدا في الكليه وبيقعد وقت طويل قوي، وفي الاخر بيلاقي ان المردود المالي او المادي مش زي الاول، زي ما كانوا بيقولوا الاول الخمس عين دول اللي هو عارفه عربيه وعروسه وعزبه ما عادش فيه الكلام ده دلوقتي، هو بس عشان حتى هيفتح عياده او هيشتغل في مستشفى بقى فرص العمل شويه. ففكره ان هم بيكون عنده وعي وهو بيختار دي مهمة جدا. الفكرة بقى التانية المهمة انه انا ما كنتش عارفة اللي هو ايه ماشي مع القطيع او قاعد، ما انا برضو لو انا يعني ما عنديش وعي بده، فانا اي حد هيقولي على اي حاجة خلاص ادخل الكلية دي واي تخصص فيها انت هتنزل سوق العمل كده هتشتغل، لان اللي بيتكلم بالطريقة دي هو يعني فاهم غلط تماما، لانه المواضيع لا تقاس بالشكل ده اطلاقا، يعني اطلاقا ما هي مش كده، ده بالعكس، ده انا بقول لك احنا دلوقتي رايحين في حتة انه ما عادش عندي التخصص الكبير، انا بدرس طب، بدرس قانون، بدرس هندسه، لا ده بقى في تخصصات دقيقه. هو في الاخر الفكره ان انت عايز تبقى ايه، او هتضيف لايه بالناس بعلمك وشهادتك وبخبراتك وبانك شغال على نفسك، مش ان انت بس اتخرجت وخلاص كملت كده وما كبرتش او ما استفدتش. هو ده محتاج درجه من الوعي كويسه طبعا. وكمان يعني برضه عشان نبطل فشخره شويه بقى، صح ولا ايه؟ الفشخره بقت كدابه قوي يعني، بصي الموضوع بشكل غريب للاسف يعني. للاسف. وبعدين الموضوع كمان ان عارفه بقى ينتقل لحاجه خاصه بالمستقبل او خاصه بالعلم، يعني ممكن الكلام ده مقبول في عربيه، في بيت، في في في, في جزمه، في شنطه، في حاجه كده، انما فكره ان انت بتكون بتبني حياتك ومستقبلك نفسك على اسم، بتلاقي نفسك على اسم، وبعدين انت بتقعد 8 سنين بعد التخرج بتحس انه انا صرفت كتير قوي، هو ده في الاخر ده مرتبي وده اللي انا عايزه، انت هتعمل ايه؟ انت هتوصل ايه في الاخر؟ بالاضافه لحاجه تانية مهمه كمان جدا يا ايمي، وهي فكره انه النهارده مثلا الرانك او السكور بتاع الكليه دي النهارده او السنه دي هو اخد مثلا ريت كذا، الريت ده ممكن يتغير السنه الجايه، ممكن يتغير السنه اللي بعدها. ففكره برضو ان انا داخل بس علشان الاسم، يعني بدليل واحد مش عايز بس يذكر اسامي، لكن في يعني جامعات عشان كده ما ذكرتش اسم الجامعه يعني بتاعتي. انا مش حابه ان انا اذكر برضو، لا يعني انا كنت لسه بسال على تخصصات يعني فيها معينه كده، دي كانت مثلا في من 10 سنين لا كان الريت بتاعها عالي جدا. حاليا بتدفعي فلوس كتير ومش هتاخدي حاجه. بالاضافه لحاجه تانية كمان مهمه، وهي فكره انه يعني عشان برضو يكون حديثنا مفيد للي بيسمعونا وهم بياخدوا بيحاولوا ياخدوا قرار، على قد ما تقدر او على قد ما تقدري حاولوا ان انتوا تشوفوا تخصصات ما يكونش فيها ناس كتير موجوده،
يعني يكون فيها العدد قليل. كل ما كان العدد قليل كل ما كان الشخص اللي في التخصص ده هيقدر يتميز. يعني لما يكون الخريج مثلا عندي خريجين تخصص معين 100,000 غير لما يكونوا 300,000 غير لما يكونوا 700,000. انت في 100,000 هتقدر تكون متميز اكتر، هتقدر تلاقي فرصة عمل افضل. كمان لو انت قدرت وانت في وسط الشريحة اللي هي 100,000 دي ان انت مثلا تاخد كورسات معينة، فانت كده هتطلع نفسك من الشريحة بتاعت 100,000 مثلا سايل 10,000. لو قدرت ان انت تتخصص اكتر، فقصدي ان فكرة كل ما بتتخصص العالم رايح الاتجاه ده ناحية التخصص، يعني التخصص كمان الدقيق قوي. انا بشكرك جدا، للاسف الفقره خلصت بسرعه قوي بسبب الوقت وما لحقناش يعني نخش في تفاصيل كتير، بس انا الحقيقه انا محتاجه حضرتك تشرفينا في فقرات كتيره. يسعدني طبعا. ده بجد، لان في بقى كلام اكتر ولازم طلاب كتير تسمعوا، عشان ده هيفرق في مستقبلهم كليا اكتر ما يقعدوا يتكلموا مع حد بس باصص على فكره المظهر وهو في الاخر بيطلع مش هو ده اللي انا عايزه، مش ده اللي انا عايزه اعمله اطلاقا، وضيعت يعني فلوسي وضيعت نفسي. بشكرك جدا، نورتيني. شكرا. وان شاء الله بجد دي حاجه دي ليا انا شخصيا عشان استفاد منها. نورتيني. ميرسي جدا. مشاهدينا بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، اشوفكم الاسبوع القادم من برنامج حكايه.